السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في قناة منير قريشي في فلوق جديد متوجه إن شاء الله إلى سوق الزل. ابقوا معنا. الآن متجه على سوق الزل، وأنا اليوم جمعة فتلقون أكيد زحمة ناس يشترون ويتقطون ويبقوا معنا. طبعا سوق الزل يمتاز بالبخور والعوائل والعطورات وأشياء الزل والفرش وحاجات جميلة زي ما تشوفون هنا. هنا في سوق الزل دائما تلقى عندهم الحراج، حراج الاغراض يبيعون سواء دله ولا فرش ولا اي شيء تلقاه في داخل السوق. تلقى اسعار رخيصه وتلقى اسعار غاليه على حسب قيمه الشيء. عادي حتى اللي يحرج هنا تلقاه يسولف انجليزي، شو المشكلة؟ ما شاء الله فاهم في اللغة الانجليزية، يقول ما يعرف انجليزي الا انا. حياك الله مع ابو شايق، الزمن جميل. الله يطول عمرك. احنا نقول هذه النسخه الاصليه لا تضيع، بس الله يجزاك بالخير ويوفقنا وياك. وياكم شايق. وين محصل هالتذكره ذي؟ شو هالليله شو هالليله؟ والله ما احلى من الليله. صلوا عيله صلوا عيله. فدوا هيك بدوا يقيلوا. من الفعاليات الجميلة داخل سوق الزل تلقى سيارات قديمة، وارد 70 وارد 60 زي السيارة هذه. بعد فيه عروض بيع عملات قديمة من أيام عهد الملك خالد زي ما تشوفون هنا. كلها فضة 110 120 130 140 4 ريالات الملك عبد العزيز 140 قديمات. يمكن مرات ما اقدر اصور كثير بسبب ان المكان مزدحم والعالم يمكن ما ترضى اني اصور. طبعا فيه اماكن جلسات وقهوه واكل وبيع اشياء قديمه اثريه وبيع عملات نقديه وعرض سيارات قديمه مثل الجموس اللي شفتوها قبل شوي. السلام عليكم. الله يعطيها واحده صفينا. يا هلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. الله يعين الطيار. هذا الفار خلاص. يعطيك العافيه. كم سوم يا محمد؟ 150. تعال ابو عسل امسك الكهرباء. وش بالله عليك؟ ود الديره. احنا لو مسكنا الكهرباء نقول فك وفك، والله ما يسوي فينا شيء. ابو عسل ظل في قاعد عندك كبر.
في مكان داخل دخلت فيه الحين بشوفه، صورت لكم بعض اللقطات فيه. عندنا بعض التصميمات الجميلة، الواحد قال عبد العزيز جريدي، شوفوا معه ان شاء الله. الحين في السوق في وقت الليل بيكون التصوير يعني مختلف، من الجو برو في الليل ما قد جربته، فهذا بيكون اول فلوق اصور في الليل. وتجي تمشي اشرب شاي، شو المانع تروق المزاج. ومن امام اسواق سويقه قاعدين نتمشى ونشوف فيه. طبعا إذا جيت المكان هذا دائما تلقى بالعادة في فعاليات، في احتفالات، ونروح نشوف. ومن أمام قصر المصمك، القصر الشهير زي ما تشوفون، قصر جميل بتاريخ وتراث الحضارة السعودية. الله يعز بلادنا.